صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم وحلقه جديده من متصبح عليك. زي ما تعودتم معانا دايما يوم الثلاث بيكون معانا فقرات متميزه. طبعا بنهنيكم بالعام الجديد 2020، والحقيقه هتكون فقرتنا الاولى خاصه بالانجازات التي تمت اثناء العام الماضي. والحقيقه هنتكلم على المستوى السياسي والاقتصادي والعلاقات مصر طبعا الخارجيه، كمان هنلقي الضوء على المشروعات القوميه من خلال لقائنا مع الكاتب الصحفي استاذ علاء حيدر. فقرتنا الثانيه ناخدكم إلى عالم الفيوت والموسيقى، وهي آلة طبعا يعني أصلها كان الناي في الحضارة المصرية القديمة. ويكون عندنا هذا اللقاء مع دكتورة رانيا يحيى عازفة الفلوت ورئيس لجنة الفن والقوى الناعمة بالمجلس القومي للمرأة. نلتقي مرة أخرى بعد هذا الفاصل وفقرة الأخبار. بنعود مرة أخرى مشاهدينا وفقرتنا الحالية فقرة الأخبار. أول خبر معانا من الهيئة العامة للاستعلامات، السيسي يبحث هاتفيا مع ماكرون سبل وضع حد للتداخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تم خلال الاتصال استعراض عدد من الملفات الإقليمية خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتعويض نشاط الميليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع. ومن جانبه أكد الرئيس ماكرون سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا، وقد تم التوافق على تكثيف الجهود الثنائية وكذلك مع الشركاء الدوليين للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم وفي الملف الليبي على نحو يتضمن جميع الجوانب القضية. من جريدة الأهرام، القوات المسلحة مهنئة الرئيس بالعام الجديد عازمون على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضا وشعبا. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنشوف تقرير عن الكريسماس والتهنئة بالعام الجديد، نشوفه ونعود مرة أخرى نستكمل أخبارنا. كل خير وللعالم العربي ان هو يعني يبتعد عنه الارهاب ويبتعد عنه الحاجات المسيئه له. يعني والله يعني كل التهنئه للاخوه الاقباط، لان هم بجد يعني شركاء لينا في البلد، وهم يعني اخواتنا وحبايبنا وجيراننا، وبجد يا رب يكون سنه 2020 دي يا رب تكون سنه جميله عليهم يا رب. سنه جديده سعيده، ويا رب بجد نكون مبسوطين كلنا في السنة الجديدة. في مصر المملوكية كان يعتبر من أكبر الأعياد في مصر، وكانت الكنائس تتزين، وكان السلاطين يقومون بتوزيع الحلوى وأيضا الزلابية وسمك البوري والهدايا على الأمراء. وكان الناس في مصر بغض النظر عن الديانة تشتري شمع ملون وفوانيس جميلة كانوا يعلقونها على الدكاكين وفي الأسواق. في الغرب يرتبط بعادات وتقاليد قومية أهمها تبادل الهدايا والتهاني والعطف على الفقراء والمحتاجين، وعمل شجرة عيد الميلاد العادة التي أصلها
بنعود مره اخرى مشاهدينا بنستكمل فقره الاخبار. الصحه اطلاق المرحله الثانيه من مبادره مكافحه العدوى في يناير بتسع محافظات. كشفت وزاره الصحه والسكان عن انطلاق المرحله الثانيه لمبادره مكافحه انتشار العدوى داخل صالونات التجميل والنوادي الصحيه مطلع يناير المقبل، وتشمل محافظات الاسكندريه، المنيا، قنا، المنوفيه، اسيوط، البحر الاحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء ومرسى مطروح. من جريدة اليوم السابع، القوى العاملة 7 يناير أجازة بأجر العاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد. أعلن محمد صعفان وزير القوى العاملة أن الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 أجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص التهاني لإخوة المسيحيين بهذه المناسبة. التعليم القليوبية 37800 تابلت جاهزة للتوزيع على طلاب أولى ثانوي. أكد طاعة جلان وكيل وزارة التربية والتعليم بقليوبية أن المديرية تسلمت 37800 تابلت لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس المحافظة. التصدي للصناعات الهندسية 11.5% زيادة بصادرات القطاع خلال 5 أشهر. أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن زيادة في صادرات القطاع الهندسي خلال 5 أشهر الأولى من السنة المالية 2019-2020 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2018-2019 بنسبة 11.5%. الاحتفال بمرور 116 عاما على افتتاح متحف الفن الإسلامي. احتفل متحف الفن الإسلامي بمرور 116 عاما على افتتاحه، وتضمنت الاحتفالية العديد من الفعاليات الثقافية والتعليمية. من جريدة اليوم السابع، رسميا 41 مكتبة من سور الأزبكية تشارك في الدورة 51 لمعرض الكتاب. أعلنت الهيئة العامة المصرية للكتاب عن مشاركة 41 مكتبة من سور الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51، ومن المقرر أن ينطلق المعرض يوم 22 يناير حتى يوم 4 فبراير، وتحل السنغال ضيف شرف للمعرض هذا العام. آخر أخبارنا، الأرصاد، طقس اليوم مائل للبرودة، ممطر شمالا، والصغرى بالقاهرة 9 درجات. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لليوم، القاهرة 17 درجة الكبرى والصغرى 9 درجات، الإسكندرية 17 درجة والصغرى 8 درجات، مطروح 16 درجة والصغرى 8 درجات، قنا العليا 19 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان 20 درجة والصغرى 8 درجات. دي كانت أهم أخبارنا، هنلتقي بعد هذا الفاصل وهنتكلم طبعا عن الإنجازات بالنسبة للمشروعات القومية والعديد من العلاقات الخاصة بمصر بالدول الأخرى بعد هذا الفاصل. عام 2019 العديد من الإنجازات في كافة القطاعات، منها قطاع الإسكان في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، حقق طفرة في القضاء على العشوائيات وتوفير الإسكان لمحدود الدخل، فوضع الرئيس على عاتقه إطلاق المشروعات السكنية المتكاملة والمتنوعة التي تناسب فئات المجتمع كافة، خصوصاً محدودي ومتوسطي الدخل، حيث وصلت الوحدات المنفذة لهذه الفئة لنحو 1,000,000 وحدة. أنا بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعي، أنا بحيي الرئيس وبحيي كل العاملين عليه، لأنه عمل طفرة كبيرة جداً جداً في مستقبل الشباب في مصر. وأنا بنفسي شفت المساكن الجديدة اللي في زينهم، لأن أنا بروح هناك كتير، وشفت الفرق الكبير جدا جدا في المنظر وفي الموقف. وطبعا بالنسبة للشباب اللي بيدفعوا مبالغ زهيدة جدا للمقدم، وبيدفعوا مبالغ شهرية قليلة، فده بيشجعهم على أنهم يبقوا عندهم إحساس بالفخر أو بالاعتزاز بالنفس. مفيد للشباب طبعا، أني
هيساعدهم الشباب اللي لسه عايز مقبل على الزواج، وان هو يدفع مبلغ مقدم وبعد كده يدفع قسط، يعني لو هيدفع 15000 وكل شهر 500 جنيه اكيد طبعا مشروع قوي ومشروع بيساعد الشباب وبيقضي على العشوائيات اللي موجوده، وان الشباب يلاقي فرص، ان هو فرصه عمل زائد ان يلاقي شقه متشطبه وجاهزه وبمقدم 15000 جنيه وقسط في الشهر 500 جنيه، انا شايف ان هي مناسبه للشباب وبيساعد الشباب ان شاء الله ان يبدا حياته بطريقه صح ان شاء الله. نقله كويسه، يعني نقله كويسه جدا من مستوى يعني قليل لمستوى احسن، بالنسبه للناس اللي هي اتنقلت لمستوى اعلى دي اكيد نقله كويسه جدا، وهم حاسين بالفرق ده اكيد. يعني مشروع الاسكان الاجتماعي ده وفر شقق كتير قوي، الناس يعني الناس كانوا حاجزين كتير قوي عيني وتعبانين، فدي وفرت لهم شقق، ومشروع عظيم بصراحه. المشروع بتاع الاسكان يعني حاجه كويسه للشباب، بدل ما انت برضه بتبقى ماشيه من على الدائري وشايفه عشوائيات ومنظر مش لطيف، دلوقتي انت بتشوفي منظر متقدم قدام الدول الاخرى، لو عندك سايح او ناس عرب او خلايجه بيشوفوا المناطق بتاعتك عمايل وبراج حاجات شبيهه لبره، فدي نقله كويسه جدا. المشروعات الهامه وشاهدا حقيقيا على ما تم انجازه في مجال الاسكان والتعمير، وإحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعتمد عليها الحكومة، حيث يهدف المشروع إلى توفير 1,000,000 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل في جميع المحافظات. وكان خير دليل على ذلك إنشاء الأسمرة غيط العنب، عمائر بورسعيد الجديدة، والعديد من المناطق السكنية. بنعود مرة أخرى مشاهدينا، فقرتنا الحالية خاصة بحصاد عام 2019. الحقيقة العديد من المشروعات القومية أقيمت خلال هذا العام، الحقيقة كمان علاقتنا بالدول الخارجية أيضا فيها نوع من التوثيق والتعاون المثمر، كل ده هنتكلم فيه من خلال لقائنا مع الكاتب الصحفي أستاذ علاء حيدر. صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. يعني احنا بنتكلم عن المشروعات القومية النهاردة، بنتكلم على حصاد ل يعني عدة سنوات، لكن خلينا ننهي عام 2019 بكرة إن شاء الله عام جديد بأهم الإنجازات ومنها الإسكان الاجتماعي. الحقيقة ده كان ليه مردود إيجابي جدا عند المواطن المصري، شعر بالفرق الجميل إن هو المعيشة في مكان أفضل، صحيا أفضل. طبعا، لان احنا كان مشكلتنا الكبيره كانت هي العشوائيات والاماكن اللي اتبنت بدون تخطيط. يمكن كان في ناس كتير جدا بيقول لك مشكله مصر الاساسيه هي العشوائيات، لو تم حل مشكله العشوائيات مصر هتتغير تغير كبير جدا. وشفنا يمكن افلام زي اعتقد حين ميسره وزي بعض الافلام دي بينت قد ايه خطوره هذه العشوائيات، سواء فيما يتعلق بالمخدرات، بالارهاب، بزنا المحارم، الحاجات دي كلها كانت بتحدث في العشوائيات، والناس كلها كانت بتتكلم عن خطوره هذا الموضوع، بس لما بيتحل هذا الموضوع لقيت الناس قلت في الكلام عن هذا الموضوع. يعني عندما تم هذا الانجاز اللي هو التحدي الخطير اللي كان بيهم المصريين وقالوا بسببها يمكن قامت ثوره 25 يناير، من الافلام دي مثلا اللي تسببت في قيامه 25 ثوره 25 يناير، النهارده بتتحل هذه المشكله، وبالذات بدانا بالمناطق الاكثر خطوره، لان هذه المناطق بيكون فيها تكدسات سكانيه كبيره جدا، ما بيكونش فيها مورد الارزاق، فبيضطر الانسان انه يلجا الى طرق غير مشروعه، وخاصه ان في هذه الاماكن بيكون في تكدس سكاني والتصاق في البيوت ودورات مياه مشتركه، ممكن تلاقي مثلا بنات واولاد بيخشوا دوره مياه مثلا فيها 10 15 عيله بيخشوا دوره مياه واحده، فبيكون طبعا النتيجه طبعا في السن الصغير دي مشكله كبيره جدا. فهذه المشكله طبعا اعتقد ان الرئيس حطها في اول اولوياته مع الامن، مع الامن والطاقه في الاول، يعني اول ما بدا بالاولويه كان الامن والطاقه والاماكن او المناطق العشوائيه الخطيره، ولذلك اعتقد ان هذا المشروع في منتهى الاهميه. شفنا طبعا الاسمرات
وبعدين الناس طبعا كانت معتاده ان هي يعني تعيش في مناطق عشوائيه، لكنها كان قدرت ان هي تكسب من هذه المناطق بطرق زي ما قلت مشروعه وغير مشروعه. صح. اما اتنقلت بقى المناطق الجديده فقالت هعيش ازاي، ولذلك تم توفير لها كمان في هذه المناطق دلوقتي مواصلات وفرص عمل. ده في غايه الاهميه، بقى في تدريب النهارده حتى للسيدات واغلبهم بيكونوا هم المسؤولين عن الاسره، فبيهتم توفير مشروعات صغيره ومتوسطه او صغيره للامهات في هذه المناطق. فاعتقد انه حصل طفره كبيره جدا، والامن بتاع مصر مهم جدا، لان الارهاب من اللي كان بينميه كان هذه الاماكن. صحيح. العشوائيه. صحيح. لان حتى الشرطه مش هتقدر تخش هناك. وزي حضرتك ما عارفه كان بيكون فوق، او المخدرات بيكون في واحد قاعد كده فوق الماسوره بيشوف الشرطه جايه، فبيبتدوا يظبطوا الامور. صحيح. يعني فاعتقد ان هي كمان استاذ علاء، يمكن المشروعات القوميه منها يعني مجال الطرق، الحقيقه ده حصل فيه طفره جميله جدا وعلى مستوى محافظات مصر كلها. صحيح. انا اقول لحضرتك حاجه، انا كنت مدير مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط في فرنسا، كان في الفتره دي كانت حصل كان لما كان في كاس العالم بتاع مصر، كانت مصر مرشحه ليه، وجاء الوفد المصري علشان يقدم يعني مميزات مصر ان هي في كاس العالم. فكان في هذا التوقيت كان في الوفد المصري اعتقد برئاسه رئيس الاتحاد كان اعتقد الدهشوري حرب، وكان في علي الدين هلال، وكان في اعتقد عزمي استاذ هشام عزمي، كانوا الثلاثه، والتقوا بال يعني بالمسؤولين عن تنظيم الاتحاد الدولي وكده. فانه قالوا يسال بلاتر موقف مصر ايه، فروحت انا سالت بلاتر كصحفي يعني مصري وسالته، قال لي مصر كويسه بس في طبعا جنوب افريقيا مقدمه مع مصر، وفي المغرب يعني هم الاثنين قبليها، لكن مصر دوله كويسه طبعا ودوله كبيره في المنطقه. فسالت اكتر من ناس زي ميلا لاعب الكوره، وسالت ميلا وسالت كذا لعيب كوره من اللي كانوا اعضاء الوفد، وسالت بينهم كان واحد مصري اسمه هاني مصطفى كان بيلعب في النادي الاهلي. فهو بصراحه كلمني بصراحه هاني مصطفى، قال لي بص احنا زورنا كل دول كثير من جنوب افريقيا، جنوب افريقيا عندها بنيه تحتيه ممتازه، عندها طرق هايله، انت عندك عشان تنتقل من اسكندريه لبورسعيد، اي فريق اما يتاهل للدور الثاني هنتقل من اسكندريه لبورسعيد، هنتقل من بورسعيد للسويس، او من القاهره لاسكندريه، كل الطرق بتاعتك لا تصلح، ممكن يحصل حادثه لاي فريق من دول تبقى مشكله كبيره جدا. فكلهم مش هضحك عليك، كل الناس اللي شافت الطرق في مصر هذه الدوله اللي تصلح لتنظيم كاس عالم. فالكلام ده انا نقلته، فقالوا لي ساعتها الرئيس هيتدخل، كان رئيس حسني مبارك ساعتها هيتدخل، الرئيس هيتدخل بس حتى لو رئيس مصر ليه ثقل، ولكن في نهايه المطاف لو انت ما عندكيش البنيه التحتيه اللي تؤهلك ان انت مشكله ان انت تستضيفي كاس العالم، في ناس هيجيلك من 20 دوله، كان من 24 دوله، وفرق كل فريق لعيب فيه مثلا ممكن يكون دوله زي البرازيل او الارجنتين او فرنسا او المانيا، اللعيب ثمنه مثلا 100 مليون يورو او 250 مليون يورو، فانت بتتكلمي في مليارات من اليوروهات بالنسبه للعيبه ونجوم العالم. ولذلك مصر فقدت تنظيم كاس العالم. كان السبب الرئيسي كان البنيه التحتيه بتاعتنا كانت غير جيده، خاصه الطرق، لان ما قال لك لا نضمن ان اي فريق يستطيع انه يصل من منطقه لمنطقه. صحيح صحيح. والحقيقه تم يعني التعامل مع هذه المشكله على اكمل وجه. نتكلم كمان على 100 مليون صحه، يمكن احنا اتكلمنا على الاسكان الاجتماعي، نتكلم على الاهتمام بصحه المواطن المصري بشكل عام، والصحة هي أحد الركائز الأساسية للإنتاج. هقول برضو لحضرتك، كان برضو في وقت من الأوقات من 10 سنين أو من 5 سنين كان دايما يقول لك المشكلة مصر الأساسية فيروس سي، أجباد المصريين كلها تعبانة أو جزء كبير من المصريين. وأصبح النهاردة الدول العربية أو الأسواق اللي بتفتح أمام العمالة المصرية، والعمالة المصرية مهمة جدا كمورد للعملات الصعبة، التحويلات المصريين بالخارج، إن أصبح النهاردة أي دولة بتروحيها بتعمل التيست بتاع الفيروس سي، لو لقى عندك فيروس سي مش هياخدك عنده ومش هيشغلك عنده. لدرجة حتى إن كتير جدا من المؤسسات أصبحت تقوم بعمل الفيروس سي، لأن مش ممكن أعين القطاع الخاص أعين واحد عنده فيروس سي مثلا ويجي أعالجه في المؤسسة، يبقى أنا بالنسبة لي بخسر مش بكسب، أنا جايب واحد عشان يساعدني ويقيم المؤسسة مش يهدم المؤسسة أو يبقى عبء على المؤسسة. ففي هذا التوقيت كانت الناس برضو بتتحدث عن مشكلة مصر الرئيسية هي الفيروس سي. حالينا الفيروس سي طبعا كان إنجاز كبير جدا، الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى الفيروس سي في إطار صحة المصريين، فالناس قال لك الله فين التأمين، فين الصحة، الصحة مش مهتمين بيها ليه. فأنا بدي مثل واقع. أيوة مش بدي مثل. صحيح. مش واقع. صحيح. يعني صحيح. كان فعلا كان من الحاجات اللي كان الناس كلها تتكلم عنها، احنا لو استمرنا على هذا الموضوع الفيروس سي هيدمر المصريين، لان الكبد ده هو اساس الجسم، ممكن القلب ده يتشال ويتحط قلب تاني. صحيح الكبد بيتحقد، بس الكبد لو تعب
بيبقى الانسان هو مركز السموم، هو اللي فيه السموم اللي بيخلص الجسم من السموم. ولذلك حضرتك كان الكبد ده اهم عضو في جسم الانسان اهتم بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحمد لله اصبح النار طيبا ما عندناش فيروس في مصر، كان فيه نجاح كبير جدا، واصبح الدواء اعتقد في متناول الجميع، وممكن كمان يعطى في من غير فلوس يعني. فانا عايز اقول ده كان من اهم يعني من اهم الانجازات اللي حصلت في مجال الصحه خلال السنوات الاربعه الاخرانيين دول بتوع بالنسبه لمصر، انها كانت عائق كبير جدا. ده بالنسبه للبيروسي، لكن صحيح. انا عايز اقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحله الحاليه بقى اللي هو اللي هي بعد ما انتهينا من، كان عنده اولويات. الاولويه الاولى كانت البنيه التحتيه، صحيح. ما عندكيش كهرباء، ما عندكيش طرق، ما عندكيش موانئ صالحه، ما عندكيش كمان عندنا طفره جميله جدا في مجال الطاقه، صحيح. ما عندكيش طاقه، كل ده ما كانش عندك. فالنهارده انت قدرتي تعمليه، قدرتي تعملي ان انت تهيئي البلد للامن. كان عندك طبعا الارهاب يضربك من كل حته، ممكن يحدث، ما حدش قال في اي دوله في العالم، لكن الاول احنا كنا كل اسبوع عندنا عمليه ارهابيه، وكان الارهاب ما كانش عندنا سواح، ومصر كان فيها سياحه، كانش فيها سياحين. هنتكلم عن السياحه بقى بعد كده. عايز اقول لحضرتك انه عدم وجود هذه البنيه التحتيه هي كانت عملك مشكله كبيره جدا، فهتخلص منها هي والامن. احنا كنا عايزين ايه من الرئيس اول 4 سنين؟ ان بس يرجع الامن كما كان، او خلي مصر دوله صحيح. امنه صحيح. اعتقد ان دلوقتي الامن افضل حتى من ايام الرئيس حسني مبارك، لانه السابق يا رئيس السابق، لانه اصبح بقى في جديه، واصبح في قوانين النهارده صدرت، من اهم القوانين اللي صدرت تقديري في مكافحه الارهاب، انه من يقيم يعني، انا لو انا عندي عماره وجيت لقيت واحد عندي وعمل متفجرات وانا بقى عارف من غير ان انا ما بلغ، ساعتها الشقه المتواجده دي او العماره سيتم مصادرتها لمصلحه البلد. وده مهم جدا، لان انا كثير جدا من شفنا الحادثه اللي حصلت في اعتقد في الجماليه، كان الناس كلها عارفه ان في واحد هنا بيعمل حاجات غير مشروعه، او حاسين بان هو بيعمل، الولد اللي كان بيركب العجله ده، صحيح حضرتك لو تفتكري، ومحدش بلغ، قال لك ما هو ما يعني ما فيش مشكله. طب اهله ليه ما قالوش؟ طالما يبقى عندك حد في عمارتك او في بيتك وانت عارفه، لازم يكون عندك يعني الحافز ان انت تبلغ، ان انت تقوم بواجبك ده، والا هيكون في عقاب. ما دام ما فيش عقاب خلاص. برضه نفس الحكايه بالنسبه للشقق المفروشه، قال لك من يؤجر شقه مفروشه لاي اجنبي او مصري لابد ان يقوم بابلاغ الاسم، والا لو ما ابلغش الاسم وتم عمل عمليه ارهابيه او استخدام هذا المكان في عمليه ارهابيه في اطار يعني تصنيع متفجرات وخلافه، بيتم ايضا مصادره البيت. ولذلك ده كان في غايه الاهميه، وقللت كثيرا جدا من العمليات الارهابيه، وان شاء الله هتختفي. وهي طبعا مش ممكن تختفي خالص، لانها متواجده في فرنسا وامريكا وايطاليا وفي كل دول العالم. بيحصل واحد بيقوم بيعمل عمليه ارهابيه، بيجي يضرب له لوسه او ناس بتاثر عليه، لكن لما يكون عمليه دي مثلا عمليه فرديه غير اما تكون ظاهره. ولذلك صحيح. اعتقد انه تراجع الارهاب واستتباب الامن في مصر الحمد لله رب العالمين، بقت من الحاجات اللي فرق كتير جدا مع مصر. فجيد كان اهتمام الرئيس السيسي بالموضوعين دول، الطاقه ومكافحه الارهاب والامن والامان. النهارده اهتمامه دلوقتي الصحه والتعليم والتصنيع، دي اهم حاجات يعني. يمكن الحاجات المهمه جدا لو بدانا بالتعليم، ليس فقط التعليم العالي، لكن في 4 جامعات هيتفتحوا تعليم مهني. التعليم المهني ده في غايه الاهميه، خاصه ان احنا المصريين طول عمرنا من ايام قدماء المصريين عندنا القدره المهنيه مهم جدا، وعندنا صناعات حلوه جدا، فعلا في ناس متميزه كتير جدا في الحرف يعني. بس بينقص هؤلاء الناس ان يكون اللي بيطلعوا وفقا للتكنولوجيا الحديثه. لان النهارده مثلا لما بعمل مثلا انا شفت مثلا عربيات بيعملوها دلوقتي للشباب اللي بيعملوا فيها المشروعات، عربيه حلوه وشكلها حلو، بس هتلاقي فيها ديفوف في التصنيع. لو هو بيستخدم التكنولوجيا بقى فيما يتعلق بالالات، وهو اللي بيعمله الريس دلوقتي، صحيح. في الروبيكي او بيتعمل فيه دمياط الجديده، يبقى انت عندك المنتجات بتاعتك وفقا للتكنولوجيا الحديثه من خلال الاجهزه الحديثه اللي بتستخدم النهارده في كل دول العالم، بتطلع يعني بفينيشنج فائق الدقه، صحيح. اعتقد ان هي هتفرق مع مصر كتير جدا في التصدير. احنا يعني عندنا المصري فنان، والمصري بيعرف يعمل ديكورات حلوه، بيعرف يعمل منتجات حلوه، بس ناقص بقى ايه؟ جوده التصنيع. اعتقد دي المرحله القادمه هي، صحيح. دي اللي بتحصل ان شاء الله، فاعتقد هتكون في غايه الاهميه. نشير كمان الى علاقاتنا الخارجيه بدول العالم، يعني احنا الحقيقه في طفره في هذا المجال، عندنا عدد كبير جدا من اوجه التعاون مع الدول المختلفه، انعكاس هذا على الاستثمار بالنسبه لمصر. طبعا مصر لاول مره
لأول مرة بيكون لدي علاقات متوازنة مع دول العالم. يعني مصر طول عمرها ليه علاقات جيدة مثلا مع الولايات المتحدة أيام جمال مع الاتحاد السوفيتي أو روسيا أو الاتحاد السوفيتي المعسكر الشرقي أيام الرئيس جمال عبد الناصر، وكان في هذا التوقيت بيحظى بهذه العلاقة القوية ضد الولايات المتحدة. في عصر حسني مبارك كانت مصر مع الولايات المتحدة أكثر من أي حد تاني، فكانت على طول في هذا المعسكر أكثر من أي حتة تانية طبعا حتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي يعني. لكن دلوقتي أنت بتقيم علاقات متوازنة مع الجميع، مع أمريكا كالدول القوى العظمى الأولى في العالم، أمريكا دولة وقفت معنا في وقت الشدة، وقفت معنا ادتنا سلاح قوي جدا، وقفت معنا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أمريكا ساعدتنا من أيام حرب بعد حرب 73 بعد السلام عملية السلام واتفاقية كامب ديفيد. فأنت لا تستطيع أن أنت تتخلي عن أمريكا لأنها دولة كبرى ودولة بتساعدك واقفة معاكي وليها يعني بصراحة يعني إنجازات كبيرة جدا في مصر وليها استثمارات في مصر كبيرة جدا. لكن في المقابل أنت برضو عندك روسيا ليك علاقات مع روسيا وعندك علاقات جيدة دلوقتي مع الصين، وحتى أما بتاخدي سلاح كان الأول بيبقى سلاحك أمريكاني فقط لغير ما عندكيش تنوع سلاح. النهارده شفنا عندنا الاف 16 وجبنا أخيرا السخوي 35. السخوي دي تعتبر من أهم الطائرات في العالم. عندنا مع فرنسا طبعا مهم جدا العلاقات مع فرنسا طول عمرها جيدة. لكن عايز أقول إن العلاقات النهاردة بتقام وفقا لمصلحة مصر وليس وفقا لمصلحة الخارج. يعني كان الأول دايما أنا بقى في قوة عظمى بتأثر عليا فأنا بخضع عليها. القوى العظمى دي انا بحبها وكل حاجه وليها علاقات نيعه معاها كويس جدا، لكن في قوى عظمى تانية كمان في العالم لابد ان يكون لي علاقات معاها بستفيد مني وبستفيد مني وهم بيستفيدوا مني، فعلاقاتي متشعبه مع الجميع فبتبقى علاقات متوازنه مع كل دول العالم، لا معسكر ده ولا معسكر ده ولا ده ضد ده، فده في غايه الاهميه ده اللي بيحصل دلوقتي. كمان اقامه عدد من المؤتمرات ومنها مؤتمرات الشباب، والمؤتمرات بشكل عام الحقيقه يعني بتعمل عمليه انتعاش في السياحه وبيكون ليها مردود جيد جدا ان كل دول العالم بتيجي تشارك في هذا الملتقى او المنتدى الشباب العالم، بيجوا يقابلوا بعض بينقلوا ثقافات حضارات بتتنقل بشكل معين بيرجعوا لبلدهم، بيبقى دعاية جيدة جدا لمصر. طبعا مهم جدا العلاقات مع الخارج لان احنا دولة بالذات موقعنا في مصر موقع مصر الاستراتيجي، يعني مصر موقعها بين ثلاث قارات تربط العالم كله، عندها قناة السويس، فمصر دولة سياحية من الطراز الأول، عندها تقريبا تلتين آثار العالم، الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي ممكن تنزلي البحر في الشتاء وفي الصيف. يعني لو قلنا مثلا دول السياحية زي تونس زي المغرب زي تركيا أول ما بيجي سبتمبر خلاص الدنيا بتبرد عنهم مش حدش يقدر يستخدم الشواطئ. احنا عندنا أول ما بيجي سبتمبر بيبقى في الساحل الشمالي اسكندرية والساحل الشمالي كله لغاية من أول اسكندرية للسلوم، بعد كده الدنيا بتبرد بننتقل بقى لمين بقى؟ بننتقل للغردقة والشرم الشيخ لأن الجو في هذه المناطق في جنوب مصر بيكون الجو كويس، فأنت عندك يعني تقدري حتى الشواطئ بتاعتك تستخدميها صيفا وشتاء خلافا لأي دولة من دول العالم، وده في غاية الأهمية بالنسبة لمصر. فأعتقد إن السياحة بالنسبة لمصر من العوامل المهمه جدا. وعايزين نقول ان احنا او الرئيس عبد الفتاح السيسي او الفتره الاخيره دي تمكنا من خلق 6 مليون فرصه عمل، لان اعاده السياحه وعوده السياحه ومش بس كده، ده النهارده في يعني وفقا للاحصائيات اللي موجوده تقريبا نسبه الاشغالات وصلت ل 100% في اسوان والاقصر و 90% في القاهره بالزبط. فعايز اقول انه زياده او عوده السياحه بتدي تقريبا بتعيد 6 مليون مصري لاعمالهم و 30 مليون مصري بيستفيدوا بشكل غير مباشر طبعا، لان عندما ياتي السائح انا سواء تاكسي او انا راجل بشتغل في بعمل اي نوع من انواع الاكل فانا بنقل الاكل ده او بعمل اكل فبياكله السائح وخلافه أكيد. فاعتقد ان هي السياحه في غايه الاهميه. يمكن كان في بتكلم مع واحده عرفتي مرشده كبيره جدا، فاخيرا لقيتها عامله لقاء خاص اعتقد طلع في التلفزيون حاجه زي كده مع اللي كان بطل فيلم تايتانيك كان متواجد هنا في مصر مؤخرا وعملت معاه حديث. فمن ثلاث سنين كانت بتقولي هل ممكن او من اربع سنين هل ممكن مصر ترجع السياحه فيها تاني في وسط العمليات الارهابيه والارهاب اللي في كل الدول وسقوط ليبيا وحماس واسرائيل جنبنا وحماس من الناحيه دي والاخوان المسلمين والعمليات الارهابيه. فهي بتعمل بقى حديث معاه في القاهره وكان واقف قدام الهرم. حاجات المهمه برضو جدا ان منطقه الهرم بدات تنضف طبعا. انت كنت سايبه منطقه طبعا. الهرم هذه المنطقه اللي هي اهم منطقه كبير سياحيه في العالم كان جنبها عشوائيات تلاقي ناس نشر غسيل جنب الهرم، هل يصلح ذلك يعني ان تقيم مباني سكنيه عشوائيه بجانب ابو الهول والهرم اللي هي صحيح. المنطقه السياحيه الاولى في العالم. اعتقد ان في خطه، هذه الخطه بتخلي من هذه المنطقه حرم
هذا الحرم لا يدخله إلا السائحين وغير السائحين والمصريين، لكن لا يتم يعني مضايقة السائح أو اتخاذ أي نوع من أنواع يشوه هذه المنطقة. أعتقد هذه المنطقة عندما يفتتح كمان المتحف الكبير مع هذه المنطقة هيكون فيه إن شاء الله يعني سياحة هتزيد. أعتقد أن الهدف أن السياحة تصل إلى 20 مليون إن شاء الله، التي ممكن نصل 12 مليون تاني. لو وصلت ل 20 مليون اعتقد خير كبير جدا في مصر، لكن لازم ناخد بالنا ان قطعا في ناس بتدرسنا، بتدرس الاقتصاد المصري. صح. السياحه من اهم مصادر تمويل العمله الصعبه لمصر. السياحه بتشغل من 30 مليون مصري، ففي ناس بتخطط في نفس التوقيت ان السياحه دي تتضرب، ولذلك لازم ناخد بالنا طبعا من الامن. طبعا الدوله الامن الحمد لله كويس جدا، وزي ما قلنا اي واحد يرتكب فعل من هذه الافعال اللي خده بيته هيتم نزع ملكيته. بالزبط. ولذلك لازم كل واحد يفهم ان هو عندما سيقوم بهذا العمل الجبان هيتضرر اللي هو ساكن عنده، سكن ابوه او امه او لان هذه الاماكن لا يصلح ان انت عشان خاطر واحد انك تقطع ارزاق 30 مليون مصري. مش كده ولا ايه؟ صح. ففي غايه الاهميه، فاعتقد السياحه خلينا كمان نشير الى ان علاقاتنا بافريقيا اصبحت جيده جدا، عندنا تعاون، عندنا استثمار، يعني عندنا اوجه تعاون عديده مع دول افريقيا حاليا. صحيح. افريقيا بالذات يمكن احنا كنا خارج الاطار الاتحاد الافريقي، حصل تعليق لمصر، كان هناك تشويه في صوره الثوره المصريه 30 يونيو، تشويه متعمد، ان كان معتقد، ويمكن انا كنت كرئيس تحرير كنت مع رئيس عبد الفتاح السيسي في رحلات كثيره جدا بغطي هذه الرحلات، كان كل الناس بتستغرب هي مصر ما وقعتش ازاي، لان كان متوقع فيما يحدث في مصر ان ليبيا وقعت وسوريا والعراق واليمن، ان مصر هتقع، خاصه ان مصر كانوا يعتقدوا ان هي الاخطر لان فيها تكدس سكاني كبير. مصر بتتكلم في 100 مليون، الدول دي برضو كلها دول صغيره بتتكلم في 15 و10 و8 مليون زي ليبيا وحاجات زي كده، بتتكلم في 100 مليون، فكانوا يتوقعوا ان الدوله دي هتقع. فاعتقد انه مصر تمكنت طبعا بقوة وطنية شعبها، ده مهم جدا، الوطنية حتى برغم ان احنا في وقت من الاوقات بيبقى عندنا بعض الكاسة، لكن عندنا الوطنية ساعة الشدة، عندنا قوات مسلحة بتحمي هذه البلد، وقوات المسلحة طبعا هي مصر اللي بناها قوات المسلحة، يمكن الدولة الوحيدة اللي في العالم. صحيح. اللي كانت دولتين ومينا طبعا موحد القطرين، عمل جيش ومنطلق هذا الجيش عمل مصر، وكانش لسه اسمها مصر في هذا التوقيت، فسمى إيجيبتوس أو مصر أو مصر. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي أستاذ علاء حيدر، نورتنا وشرفتنا. عام جديد إن شاء الله تحقق كل أمنياتك وأحلامك إن شاء الله. بشكرك جدا، ونلتقي والفقرة القادمة مع دكتورة رانيا يحيى. رانيا يحيى فراشة الفلوت. رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وعضو بالمجلس القومي للمرأة، المجلس الأعلى للثقافة، عازفة لآلة الفلوت بدار الأوبرا المصرية، ولها العديد من الإسهامات الثقافية والكتابات النقدية الموسيقية في العديد من الصحف والمجلات. موسيقى يعني حاجة مهمة جدا، ولازم الناس تعرف يعني تعرف يبقى في موسيقى في الحياه، عشان الموسيقى دي يعني حاجه بتريح القلب. والله كويس بالنسبه للاطفال ان هم يبداوا يتعلموا الالات الموسيقيه، وحاجه مفيده يعني، حاجه مفيده وهتفيدهم بعد كده يعني كنشاط بيتعلموه، وحاجه كويسه. مفيد طبعا حد يتعلم حاجه جديده، يعني ايا كان بقى فلوت او جيتار او اي حاجه في وقت الفراغ، وممكن حد واحد اصلا يستعمل كذا حاجه، مش لازم يبقى فريق يعني، ويدخلهم على بعض وتبقى اغنيه في الاخر. يعني حقيقة ابتكارات، يعني كل واحد بقى وابتكاره وكل واحد وطريقته. رانيا يحيى تخرجت في الكونسيرفاتوار القاهره عام 1998 قسم الفلوت بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعه القاهره في نفس العام، كما نالت درجه الدكتوراه من المعهد العالي للنقد الفني قسم فلسفه الفن وعلومه بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف الاولى عام 2011، ومثلت مصر في العديد من المهرجانات الدولية في مختلف دول العالم، منها ألمانيا، فرنسا، الكويت، الإمارات،
لبنان، روسيا، إيطاليا، اليونان والنمسا. مرة أخرى وفقرتنا الحالية خاصة بالقوة الناعمة والثقافة والفن الراقي. الحقيقة يكون عندنا لقاء جميل جدا مع الدكتورة رانيا يحيى عازفة الفلوت ورئيس لجنة الفن والقوة الناعمة بالمجلس القومي للمرأة. صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيبة ومنورانا. وحضرتك طيبة وكل سنة وكل السادة المشاهدين بخير وصحة وسعادة، ويا رب إن شاء الله 2020 تبقى عام حصاد لكتير من الإنجازات وكتير من النجاحات إن شاء الله بإذن الله لكل الناس، سواء على المستوى الخاص او على المستوى العام باذن الله، يعني لمصر والمنطقه العربيه كلها. أكيد. خلينا نبدا حوارنا عن الثقافه والقوه الناعمه بشكل عام، يعني كيفيه انعكاس القوه الناعمه او الثقافه على المواطن. هو بيشعر انه ممكن يكون مثقف، ممكن يكون عنده معلومات بشكل جميل جدا من خلال القوه الناعمه. هقول لحضرتك احنا عندنا شويه مشكله في فكره الثقافه بشكل عام حقيقي، ومفهوم الثقافه والتعامل مع الفنون والتعامل مع فكره حتى المثقف ودور الثقافه داخل مجتمعاتنا العربيه، وازاي ان احنا محتاجين ان احنا حصل عندنا غزو فكري في كتير من يعني خلال الفترات اللي فاتت والعقود اللي فاتت، قد ايه احنا في حاجه الى تحصين هذه العقول من خلال الامن الفكري ومن خلال القوى الناعمه باعتبارها يعني هي الحصانه الحقيقيه للعقول، وهي اللي تقدر انها توجه وتسيطر على احاسيسنا وعلى مشاعرنا وعلى تفاعلاتنا حتى داخل مجتمعاتنا من خلال هذه القوى الناعمه اللي المفروض انها تستغل افضل استغلال، من غير ما يبقى يعني احنا مركزين على فكره ان القوى الناعمه ان انا لازم يبقى في توجيه، لا، هي اهميه القوى الناعمه ان انا اوصل رسائل بشكل غير مباشر، بشكل غير يعني صح. من غير ما انا اقول لا انا عامله فيلم علشان الفيلم ده هو ده مباشر هيهرب منك بالظبط كده، يبقى فقدت المعنى او المغزى او المقصود منها يعني. وهذا المصطلح اللي اطلقه جوزيف نيمين اول ما اطلق هذا المصطلح ونمى وطور هذا المصطلح بعد كده، لكن يعني احنا اصبح اعتياد كتير على استخدام فكره القوى الناعمه ولكن توظيفها او استخدامها لم نحسن استخدامها اعتقد لغايه دلوقتي. صحيح. نرجع ونتكلم عن آلة الفلوت وحبك ليها وعشقك ليها، وهل هل هي ليها علاقه بحضارتنا المصريه القديمه وآلة الناي؟ يعني هل هي تطور للناي؟ طبعا نقدر نقول كده، لان حضرتك عارفه احنا حضارتنا القديمه حضاره عتيقة، يعني بقالها 7000 سنة، وكان على نقوش الجدران والمعابد حضرتك تلاقي الثلاث عازفات طبعا. ومن ضمنهم آلة الناي، وآلة الفلوت هي تطوير تعتبر يعني لآلة الناي، هي ما هياش هي ولكن عموما آلات النفخ بدأت طبعا في البداية خالص من زمان، من أيام الإنسان القديم، عظم الحيوانات اللي بدأ يتطور وظهرت آلة الناي اللي هي البوصة بتاعت الناي الطبيعية اللي بتعتمد على الغاب الطبيعي. وبعد كده طبعا تطورت بقى عبر تناقل الحضارات والثقافات المختلفة وتبادلها، المجتمعات الغربية أخذت ده في يعني مع الحضارة الأندلسية ووصلت لشكل آلة الفلوت يعني بعد التطوير كتير عبر المراحل مختلفة بالظبط، وصلت لشكلها اللي موجود عليه دلوقتي على ايد واحد اسمه تيودولد بوم، مؤلف ألماني وصانع لهذه الآلة، ووصلت على شكلها الحالي ده سنة 1847 لغاية دلوقتي وهي على نفس الشكل. نفس الشكل ده. أولادك أحيانا بيشاركوكي ده على طول. صح يعني أو على طول، دي حاجة حلوة جدا. أعمارهم قد إيه؟ ويعني الفكرة نفسها بالنسبة لمجتمعنا بتعتبر جديدة، لكن بره هي موجودة الحقيقة.
هي يعني ممكن مش كتيرة، لكن طبعا احنا شفنا عندنا برضو بعض النماذج في المجالات الفنية المختلفة. صحيح. يمكن مش في مجال العزف كتير، ولكن هنلاقي مثلا في الغنى، هنلاقي في التمثيل، هنلاقي يعني صح. فكرة الأسر الفنية أو العائلات الفنية، هي لأن بطبيعة الحال الأطفال بيكبروا وشايفين الأم أو الأب أو الاتنين على حسب كل أسرة بيبقوا قريبين من مجال معين، وبالتالي بيبقوا يعني حضرتك عارفة بيكونوا أقرب لهذا المجال يمكن أكتر من غيره من مجالات أخرى. فيعني ده بيفتح المجال للأطفال إن هم يبقوا يتشاركوا، أو زي ما حصل مع أولادي يعني يحيى وفريدة. يحيى دلوقتي عنده 15 سنة وفريدة عندها 11. يحيى وفريدة بدأوا معي من بدري، يحيى كان تقريبا ما كملش 6 سنين ما بدأ يعزف، ومن وهو 6 سنين لغايه دلوقتي يبقى له 9 سنين مثلا. ان هو كان بيشوفك مثلا بتعزفي وبعدين كان عايز يجرب فابتدى ان هو يحب المجال، يعني جت ازاي؟ جت من الاول خالص، ان طبعا طول فتره الحمل هما في بطني بيسمعوا ده حقيقي، فهم طلعوا ما شاء الله الاثنين عندهم موهبه موسيقيه حقيقيه يعني ودانهم الاثنين ممتازه. وهم اطفال صغيرين قوي، كنت باخدهم معايا دار الاوبرا لان انا عازفه في اوركسترا اوبرا القاهره، فكنت باخدهم في دار الاوبرا ويسمعوا في البروفات الجنرال، لان طبعا يعني الاوبرا بتسمح دخول الاطفال من 6 سنين، اقل من كده بيبقى صعب. فانا كنت باخدهم هم تقريبا سنتين ونص، كنت باخدهم في البروفات الجنرال لانها بتبقى زي العرض تماما يعني بالازياء بالديكورات بالجو بقى، حبوا ده. وكان كنت باخدهم يتفرجوا على الاوبرات والباليهات، الباليهات كمان اكتر، فاتعلقوا بالموسيقى وكانوا بنرجع البيت يقلدوا لي بقى الباليه اللي شافوه وكده، فكانوا مهتمين بشكل كبير قوي بالفن، وعندهم مواهب اخرى كمان مش بس ايه المواهب الاخرى بقى بجانب الفلوت. يحيى عنده تأليف موسيقي، هو ما شاء الله يحيى مبدع يعني في مجال الموسيقى، بيعزف آلات كتيرة وواخد الحكاية، وأكيد واخد الموضوع بتطور كمان معاه. طب وبعدين بدأ بدري قوي ما شاء الله، فيعني الحكاية فرقة معاه يعني. فريدة بتعزف طبعا برضو أكتر من آلة، وبترسم وبتكتب شعر، وهما الاثنين بيرسموا يعني عندهم الزخرفة والفن. عائلة فنية يعني. فيعني الحمد لله، وده في حد ذاته شيء الحقيقة جميل، لأن إحنا إن كنا بنتكلم على مواجهة للإرهاب ومواجهة للأفكار الظلمية والأفكار المتطرفة، فالحقيقة إحنا في أمس الحاجة لإن إحنا نتبنى الفنون، وإن إحنا نخاطب أبنائنا بالفن، بالفن الراقي وبالأعمال الإبداعية اللي تغير من إحساس وتوجهات هؤلاء الأطفال، وان انا اخليهم بيعتنقوا شيء ما يعني يبقى قريب من اي نوع من انواع الفن، مش لازم الموسيقى بس. طبعا هي الموسيقى الحقيقه من اكتر واقرب وابسط انواع الفنون، يعني الاكثر قربا للقلب وللوجدان. فالموسيقى بشكل عام الحقيقه من اكتر الفنون الجميله اللي كلنا بنحبها، اللي حتى يعني لو بنتكلم على الناس المتشدده والمتزمته فحضرتك هتلاقيهم برضو يعني ما فيش حد بيسمعش أغنية في مناسبة، ما فيش حد، حتى التواشيح الدينية، حتى الابتهالات الدينية يعني داخل فيها الموسيقى، حتى ترتيل القرآن وتجويد القرآن قائم على المقامات الموسيقية. فإذا يعني سواء الديانة الإسلامية أو الديانة المسيحية فيها بتعتمد على الموسيقى والمقامات الموسيقى بشكل كبير. أكيد. يعني الحقيقة طبعا حضرتك رئيسة لجنة الفن والقوة الناعمة بالمجلس القومي للمرأة، بقى نتكلم عن المرأة وثقافة المرأة والاهتمام بالمرأة ثقافيا وأيضا من خلال القوة الناعمة. هقول لحضرتك احنا المجلس طبعا بيهتم كتير من زمان الحقيقة بفكرة الفنون وربط مجال المرأة بالفن، وشفنا مؤخرا كان في مسرحية اسمها كلمة سر، عملها المجلس انتجها علشان خاطر توعية يعني المحافظات، السيدات في المحافظات المختلفة وحي الأسمرات، من خلال يعني التوجيه غير المباشر لبعض القضايا المهمة زي ختان الإناث وزواج القاصرات والعنف ضد المرأة بشكل عام. يعني كان في أكتر من قضية المجلس بيشتغل عليها. كمان كان في فيلم بين بحرين، كان في عدد من الأفلام القصيرة والوثائقية اللي بيقدمها المجلس، حاجة مهمة جدا جدا طبعا.
كان في فترة من الفترات عملنا تعاون كبير الحقيقة مع أكاديمية الفنون، وعملنا مسابقات للفن التشكيلي، وعملنا مهرجان المسرح النسوي، وعملنا يعني بنقدم قضايا نسائية يعني. بالضبط، وعملنا منتدى للمرأة والإبداع، الإبداعات المختلفة وحقوق الملكية الفكرية للمرأة وخلافه. فيعني في أنشطة متعددة طبعا بنقوم بيها، ونتمنى يبقى دايما احنا بنخاطب المرأة من خلال الفنون، ويعني ده الحقيقة شيء مهم جدا علشان خاطر زي ما قلت لحضرتك هي الأكثر تأثيرا على الوجدان. لحضرتك العديد من المؤلفات، وبالتالي احنا بنتكلم على يعني انه السيدة يكون عندها أكثر من موهبة، أكثر من حرفة، أو أكثر من يعني حب الشيء، فالكتابة أيضا هي حب. طبعا، وأنا يعني بحكم وجودي في المعهد العالي للنقد الفني رئيس قسم فلسفة الفن، يعني هذا المجال الحقيقة أضاف لي كتير جدا، ووجودي في النقد الفني الحقيقة يعني أنا بعتبرها إضافة لي، واتعلمت كتير من الأساتذة الأجلاء اللي موجودين في المعهد، قامات وقمم الحقيقة عظيمة، وناس يعني لهم فضل عليا في حتى اني حضرتك عارفة النظرة، لان انا اصلا خريجة كونسرفاتوار وحياتي كلها كانت هي الموسيقى، لكن اما رحت النقد الفني وانا مدرس مساعد وانا في الكونسرفاتوار، وعملت الدكتوراه في مجال النقد الفني، ده الحقيقة كان بالنسبة لي اضافة كبيرة جدا، ووسعت من مفاهيمي ووسعت من ادراكي للفنون، ومش بس ان انا بقيت ببص للموسيقى فقط زي دراستي الموسيقى فقط بالظبط. فالموضوع بقى أوسع وأشمل، والنظرة النقدية هي نظرة مهمة جدا ونظرة ضرورية حتى في تعليم كافة أنواع الفنون. وأعتقد معهد النقد الفني هو من أهم معاهد الأكاديمية الحقيقة، باعتباره الرؤية النقدية حتى في عملية التواصل ما بين في العملية الإبداعية، لأن دور النقد هو دور مهم جدا لا يقل أهمية عن دور المبدع نفسه، وإن كان طبعا المبدع ما بنقللش من قيمته طبعا كمبدع يعني، وأنا فنانة وأدرك طبعاً. ده ولكن دور النقد كمان مهم جدا في توجيه الفنان المبدع نفسه، وتحريك أحاسيسه ومشاعره واتجاهاته وتوجيهه في الإطار السليم علشان خاطر يبقى عندنا نماذج فنية وإبداعية متميزة. فدور النقد مهم، وأعتقد أن احنا عندنا الحقيقة دور النقد في مصر متراجع جدا، لأن النقد الحقيقي يعني النقد الموضوعي، النقد البناء كمان والموضوعي طبعا والموضوعي، مش النقد النقد السلبي ولا برضو المدح اللي طول الوقت يعني، برضو عشان احنا كمان بنفتقد هذا النقد الموضوعي بشكل كبير جدا. فاحنا وان يبقى الفنان المبدع يبقى عنده ادراك ان حتى هذا النقد هو لتحسين العمل الابداعي وليس يعني لهدمه أو لطرح سلبيات أكتر من الإيجابيات، لكن ده هي منظومة على بعضها الحقيقة هي بتساعد على يعني خلق أعمال فنية إبداعية يكون لها تأثير أكتر على المجتمع، ويكون لها تأثير مباشر حتى على الجمهور المتلقي بشكل أكبر. من يعني الثقافات المختلفة والمواهب المختلفة أضافت لك إيه يعني في عملية النقد أو في الكتابة أو حتى في القوى الناعمة عندما تقيمي نشاط للمرأة، يعني أثقلتك إلى أي مدى يعني؟ الثقافات المختلفة أنا تربيت عليها الحقيقة بوجودي في كونسرفاتوار في أكاديمية الفنون، ودراسة الموسيقى البحتة وخاصة الموسيقى الكلاسيكية، احنا طبعا مجازا بنقول الموسيقى الكلاسيكية، الموسيقى الغربية الجادة، بتفرق كتير جدا لأنها تعتمد على تعدد التصويت البوليفونية والأصوات المختلفة اللي بتخلينا احنا نبقى طول الوقت بنركز في الأصوات في الآلات، في اني اسمع خطوط لحنية متباينة، ده بيخلي الواحد عنده قدرة أكتر على الاستيعاب وتنمية الحركات الأداء الحركي عند، وده كمان الحقيقة بيفرق كتير قوي مع الأطفال اللي بتسمع موسيقى كلاسيكية منهم من سن بدري، لأن زي ما بقول لحضرتك هي ليها تأثير مباشر على الأطفال وتنمية المهارات الحركية والأدائية عند الأطفال وتنمية الفكر. فالثقافات المختلفة احنا بنتربى عليها في الكونسرفاتوار، لأن احنا بنتكلم على الموسيقى الكلاسيكية أو الموسيقى الغربية في مجملها، بنعزف لمؤلفين إيطالينا، بنعزف على الألمان، بنعزف مختلفة طبعا. فكل ده الحقيقة بيعرفنا الثقافات ده
بيعرفنا على المؤلفين دول وحياتهم وبندرس ده كمان في الكونسرفاتوار. فايه المؤلف ده، طبيعته ايه، حياته كانت ايه، الاعمال دي كتبها امتى، يعني دراسة بتخلينا ان احنا نبقى اكثر تطلعا على الثقافة الغربية. كمان هي بتخلينا ان احنا نبقى عندنا فكرة تقبل الاخر، لان انا ببقى في اهم جزئية، لان انا ببقى يعني بتعامل مع ثقافه هي ثقافه مغايره ليا واحترمها واجلها وبعزفها. وعندنا طبعا نماذج الحياه الفنيه كمان كتيره جدا لا تقل اهميه ولا تقل يعني ابداعا ابدا عن كتير من العازفين والمؤلفين اللي في الخارج. فيعني دي كمان الحياه بتثقل من خلال الدراسه في الكونسرفاتوار على مدار سنين طويله واداء الحفلات والسفر للخارج وتمثيل مصر في الخارج سواء في مسابقات انعكاسه النفسي عليكي جميل جدا. طبعا طبعا طبعا, طبعاً. وعايزه اقول لحضرتك الحقيقه ان امتع لحظه ما حضرتك بتبقي واقفه على ستيج وبتواجهي جمهور وبتواجهي ثقافه هي الثقافه المختلفه والمغايره، وحضرتك بتقدمي لهم فنونهم وهم متقبلينها وحاسين قد ايه هذا الابداع اللي طالع من ثقافه مغايره ليهم. فقد ايه ان احنا يعني بيبقى عندنا هذه المواهب اللي ما تقلش اهميه ابدا عن مواهبهم هم اللي هي بتعتبر ثقافتهم. يعني احنا النهارده لما تيجي حضرتك بتقدمي عمل لموسيقى عربيه كل الناس بتبقى يعني قريبه لان دي ثقافه المجتمع، لكن اما بتبقى ثقافه غربيه هي ثقافتهم هم ولكن هي ثقافة دخيلة علينا، لكن ثقافة مهمة جدا ان احنا نرسخها في وجدان ابنائنا واطفالنا، وانها بتمنى انها تنتشر الحقيقة بشكل كبير علشان انعكاساتها المهمة على الشخصية بشكل عام. هل تتمني ان يكون في يعني مثلا زي ملتقى مثلا للفنون على مستوى العالم ومثل مصر من خلال الاطفال؟ يعني احيانا بيكون في اعمال جميلة جدا للاطفال، ان يكون في حاجة زي كده لمصر اعتقد ان هي بيكون ليها ايجابيه جميله قوي. والله اتمنى والتمني في حاجات كثيره جدا وفي مشاريع كثيره، لكن طبعا محتاجين ان احنا حضرتك عارفه احنا بنعتمد دايما على العمل المؤسسي ووزاره الثقافه هي المعنيه بهذا الدور من خلال مؤسساتها المختلفه. بنتمنى طبعا انه يطرح ده من خلال يعني المؤسسات المعنيه بهذا الدور، وان احنا نشوف مهرجانات مختلفه ونشوف مسابقات مختلفه كمان لتشجيع وتحميس الاطفال اللي في سن مبكر ان هم يعني يتلقوا الفن الغربي بكل ما يحمله والالات الموسيقية وتعرف على الآلات الموسيقية المختلفة. احنا لو حضرتك اتكلمتي مثلا مع أطفال في سن شباب أو في سن الطفولة على الآلات الموسيقية، حضرتك هتلاقي معلوماتهم سطحية جدا، هتلاقي معرفتهم حتى بأنواع الآلات، هتلاقيهم عارفين بعض الآلات البسيطة اللي لكن طب الآلات بقيت آلات الأوركسترا ايه، تعرف عليها ازاي، ان ليه ما نفتحش دار الأوبرا ونودي الأطفال دول يسمعوا ويتفرجوا ويشاهدوا ونغير من ثقافة المجتمع ككل بكافة طبقاته وفئاته المختلفة. وطبعا كمان دور أصول الثقافة الحقيقة عليها دور أكيد. مهم إلى أقصى درجة جداً. يعني أصول الثقافة منذ إنشائها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر على إيد طبعا أبو الثقافة المصرية الراحل الدكتور ثروت عكاشة، الحقيقة كان في دور مهم جدا قامت بيه كان اسمها ثقافة جماهيرية لتوعية الجمهور وتوعية يعني الناس العامة بالثقافات المختلفة والتوعية والتنوير، وكان ده دور الحقيقة مهم جدا قامت به وزارة الثقافة في هذا الوقت. فنتمنى عودة يعني هذا الدور بشكل كبير وبشكل مكثف لأصول الثقافة، يعني حتى نقول ايه يعني نغير من كل السلبيات اللي موجودة ونعيد بناء الشخصية المصرية كما ينبغي ان تكون، نعيد القيم الإيجابية، نعيد يعني كنا دايما بنعتز بالشخصية المصرية وبكل ما فيها من إيجابيات، ولكن طبعا تراجعت كتير من بعد 2011 اعتقد شفنا قد ايه التراجع الحقيقة كان مغزي بشكل كبير جدا داخل المجتمع. طبعا احنا دلوقتي افضل بكتير الحمد لله في كل شيء، ولكن نتمنى الـ يعني عودة القيم مرة اخرى بشكل كبير ضروري داخل الاسرة ومن باب اولى طبعا توسيعها بقى داخل مجتمعنا ككل. يعني بنظرتك الفلسفية بتجدي انه اكثر يعني شيء او اكثر جانب من العروض اللي قدمتيها بالنسبة للجمهور كان ايه المؤثر فيها؟ هقول لحضرتك طبعا في مشاركات كتيرة وكل واحدة بيبقى ليها طعم وليها مذاق مختلف.
لكن الأمتع زي ما قلت لحضرتك لما بقدم يعني الثقافة الغربية مع مجتمعات غربية في الخارج وبمثل اسم بلدي، فيعني وأرفع علم مصر وأنا سعيدة وفخورة بمصريتي يعني وانتمائي لمصريتي يعني انتماء طبعاً قوي طبعاً. وحس إن أنا كده بكل فخر يعني ما يتقالش إن أنا مصرية، دي الحياة بتكون طبعاً أكتر وأسعد طبعاً. حاجة جميلة جداً. لأن هو ده الإحساس الحقيقي للفنان إن هو يعني يبقى يحس إن هو سفير لبلده ويكون يقدر إن هو يعني يعبر عن بلده بشكل إيجابي أو بشكل يعني يبقى الواحد فخور بيه ويبقى سعيد بهذا النجاح. أمنياتك لعام 2020؟ أتمنى إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق والنجاح، ويعني على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأسري وعلى مستوى بقى مصر كلها يا رب إن شاء الله. يعني نتمنى إن بإذن الله عام 2020 يكون عام أكثر استقراراً وأكثر نجاحاً، وإن شاء الله بإذن الله يكون السلام والأمان يعم على المنطقة، ويعني نتمنى بإذن الله كل المؤامرات الصهيونية اللي بتحاك بالأمة العربية أكيد إنها أكيد. يعني نتمنى بإذن الله إن يبقى في إفاقة واستفاقة مهمة كده في كافة الدول العربية، وبنحمد ربنا على جيشنا القوي وعلى شرطتنا الباسلة اللي بتحمينا داخليا وعلى الدور المهم الحقيقة اللي بيقوموا بيه في سلامنا وأمننا. نتمنى إن شاء الله بإذن الله هذا الاستقرار أن يدوم وأن يحل الأمان والسلام يعني يا رب على الأمة العربية كلها. أنا بشكر حضرتك جدا، نورتينا وشرفتينا، وإن شاء الله مزيد من النجاح بالنسبة للمرأة والقوة الناعمة والثقافة. بشكر حضرتك جدا دكتورة رانيا يحيى عازفة الفلوت ورئيس لجنة الفن والقوة الناعمة بالمجلس القومي للمرأة. كل سنة وحضرتك طيبة، كل سنة وحضرتكم طيبين، عام سعيد وإلى اللقاء وغدا أسرة جديدة.